هذا مملوك. مملوك. ايه. لونترتين ديالو ما وارش في. لا. لا. غير من تيكون انجون لان هذا عنده تخوازون. تخوازون. من تيكون انجون تيبغي يلعب. تيبغي. هذا من مكناس. والبارب اللي تنعرفو البارب هو انه ما كاينش. تيكون ما تيتعداش. دابا شنو هذا عالي بزاف؟ عالي بزاف، ما تيتعداش متر خمسة متر اثنين وستين. هذا لوفري، لوفري بارب. لوفري بارب، وتيسالي في المتر 65. هذا شحال فيه؟ هذا راه زايد أنا. لعلي نغم. اللي خص. ياك دابا كواه معروف. واخا. واخا معروف. هو كواه معروف. يقدر حتى هو ماشي فري بارب. لا أمو. أمو. لعب أمو، لأن من زمان. من زمان وقع اللعب في البارب وليت خليط تيخلطوه بالعربي. الدولة لقاو عندها لو فري بارب دابا في السعودية قطر. لا 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 ما يقدوش علينا. المغرب هو اللي حنا وألمانيا والجزائر شمال إفريقيا. اللي جاو من شمال إفريقيا هما اللي دابا عارفك انت ياك. تيلعبوا تيلعبوا انت ما يبغيش يلعب معاك. ما يبغيش يلعب. انت دابا من الصغر ديالو ياك. يلا قول لي بسم الله. انا نقدر نشوف فيه ساعة وما نتنفس. اطروحة. قلت هي بطلة البطلات دابا. اسم سميتها؟ اطروحة. ها؟ اطروحة. اطروحة. دابا دي سنة كومبيتيسيون ولا باقي الله غادي؟ اه ربحات ربحات دابا غتدخل في الانترناسيونال في الدولي ربحات في اشتركت في الدولي بدات الشامبيون الدولي بداتها هنا بداتها دابا تيشاركوا لاج صغير مع لاج كبير فهمتي دابا غيشوفوا عاد كاين شكون اللي غيديها بيناتهم لاج صغير مع لاج كبير مزيانة دابا قلتي هي اللي بدات الشامبيون هادي هي دابا بطلات البطلات بالنسبة للمغرب ومن من داكشي لي كريتير اللي فيها لأن إلا لاحظتي العلو العلو المناسب هادي قل من الآخر ياك قل هذا هو الراس اللي تنهضر لك عليه ديال العربي الاصيل تيكون مشقوق بالنسبه للبربري تيكون طويل الرويس تيكون عنده الودينات الصغيورين البرب انه تيكونوا واضحين باري ماشي بحال بيرسونال خارجين هذا هو الاختلاف اللي بيننا ما شاء الله العربي اما البربري دائما معروف بالصلابه ديالو والجلد ديالو خشين الجلد الجلد خشين يعني تيتقبل الجلد خشين تيتقبل البرد تيتقبل الشتاء الثلج تيتقبل قلة الماكلة كلشي تيتقبل تيتصبر اما العربي الاصيل ما تيقدرش على لا الماكلة دابا شحال في مرة في النهار؟ جوج المرات الصباح العشية الصباح والعشية باش يكون داكشي بعدد الكيلوات على حسب الحجم ديال اللعوب على حسب اش من حاجة غديروا ليها إذا كان يضرب تمارة بزاف خصو الماكلة بزاف وإذا كان غادي يدير بحال دابا مثلا البريزونطاسيون ولا هادي تتحاول عليه بشوية لأن إذا كثرت ليه غادي يضروه حتى ياكل ليه ويتنفقوا فما غادي يبقاش دابا النهار اش كدوزو كيدوز اش كيتمشى كيجلس شنو كديروا؟ صباح عندهم نورمالمون الخيل عندهم بروغرام الصباح تتعطى الفراج هو الاول الصباح موراها تيتشرب مور الشراب تيعلف تيجلس تاخذ واحد شويه ديال الروبو في العشيه تيدير واحد شويه ديال لالونج تمشى فيه الدم عاود يرجع بروسا عاود يتمشط ويتقاد عاد ديك الساعه تعطي عاوتاني فراج في الشريب علف وفي الخطة تخلي له الفراج حداه ويمشي يتبع نضرب مرة في الفراج
Bonjour, c'est un cheval barbe. Oui. Français. Oui. Alors, votre impression sur le salon de cheval de cette année? Votre impression, s'il vous plaît. Moi, c'est la première fois que je viens. Votre actuelle impression, comment vous avez trouvé le salon? Très bien, très bien. Et les chevaux barbe? Très bien accueillant. Alors, moi, c'est pas mon cheval. Comment il s'appelle? Oui, d'accord. Il s'appelle Amzin Durrani. C'est pas votre cheval? Non, moi, je suis juste là pour l'entraîner et le présenter. Voilà. Merci bien.